إذن متابعينا وحبايبنا، عودة مجددة إليكم دائما ودوما عبر تلفزيون الشاهد في هني وخني. مساء عليكم بالخير ومساءكم خير وحب وورود وغرم في الكلة حكم مشاهدين وحبايبنا، عودة مجددة إليكم ويتجدد وياكم اللقاء يوميا ومن الأحد للخميس من 8:40 إلى الساعة 9 من الوناسة والأناسة واللعب والجوائز القيمة. متابعينا حبايبنا، ذكركم طريقة المشاركة ظهر أسفل الشاشة، حرف الإتش أو حرف الهاء، زين، وطنية، فيفا، وأيضا أهلنا وحبايبنا بالسعودية، STS وموبايل. كل ما نزلت مسج أكثر كل ما كانت فرصتك بالربح ويانا أكثر فأكثر فأكثر. شاركونا وكثروا مسجاتكم عشان تفوزون ويانا وعلشان نتصل عليكم. ما نطول عليكم، عارفين طريقة البرنامج، نشوف وياكم أول شيء اللوحة، تختارون أغنية توجهون هداكم، من بعدها نلعب لعبة وتاخذون جائزتكم. ناخذ أول اتصال ويانا ونقول ألولو. ألو جاسم محمد. هلو مرحبا. شلونك جاسم؟ الله يسلمك، أخبارك؟ إن شاء الله تمام. والله بخير، مبروك يا الشهر. شنو كان علينا وعليك تبارك، شنو كان فطوركم اليوم؟ اليوم متوس لحم. عوافي عوافي يا جاسم. وتقبل الله طاعتك. منه ومنه. راح نشوف وياك الحين لوحات لقاني، تختار لنا أغنية من لقاني. حلو؟ أنا لأني مو بالبيت الحين طالع. أقول لك لقاني. عندك 5 أغاني، الأغنية الأولى تصورتك، الأغنية الثانية إذنة العشاق، الأغنية الثالثة هوا سيد الرعابيب، الأغنية الرابعة الله أكبر، الأغنية الخامسة صوت السهارة. ما من الأول ما سمعت شلون؟ أرد أعيد لك إياها مرة ثانية، الأغنية الأولى تصورتك، الأغنية الثانية يا زينة العشاق، الأغنية الثالثة هو سيد الرعابيب، الأغنية الرابعة الله أكبر، الأغنية الخامسة كذي صوت السهارة. صورتك شنو؟ صورتك صوت السهارة؟ تصورتك تصورتك تصورتك؟ أيوه. حق من هدائك؟ حق عبد الرحمن وهزاع. واصل إن شاء الله هدائك. إذن جاسم راح الحين نلعب وياك لعبة، حلو، راح أعطيك مثل تكمل لي إياه، أوكي؟ بقاها طرب صارت شنو؟ صارت نغم. لا مو نغم. زين ساعدينا. لا أقول شو اسمها الكلمة. إنزين لحظة بعطيك مجموعة تحرف، اجمع لي إياهم تعطيك الكلمة، حلو؟ حلو. ما قششتك بس قاعد اساعدك. نون شين باء. نون شين باء. نون نون حرف النون. نون مثل ناصر. شين مثل شيماء. باء مثل بدر. نون شين باء. صارت نشر. يا سلام عليك، بول مبارك عليك يا جاسم. الله يبارك فيك. طبعا بساعة ايفال، مبروك جاسم. الله يبارك فيك. شاكر لك. متابعينا حبايبنا، نطلع نشوف الأغنية ورد لكم، كونوا ويانا. تصورتك تصون العهد ليتوفي، تصورتك حبيب غالي سكن يوفي، تصورتك تصون العهد ليتوفي، تصورتك حبيب غالي سكن يوفي، حسب طبعك وفاء وخلاص، يوم اخترتك ما بين الناس، حسب طبعك وفاء وخلاص، يوم اخترتك ما بين الناس، ولا جت مر على بالي ابد منك يشيب الراس، ولا جت مر على بالي ابد منك يشيب الراس. متابعون حبايبنا، عودة مجددة لكم، وذكركم أيضا بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، زين، الوطنية، فيفا، حرف الإتش أو حرف الهاء. كل ما نزلت من السكتر كل ما كان فرصتك بالربح ويانا أكثر فأكثر فأكثر. ناخذ اتصال ونقول ألولو. هلو. فارس عبد الله. يا هلا والله. شلونك فارس؟ هلا فيك يا هلا. شخبارك تمام؟ والله بخير الحمد لله. شاركنا من قبل عدل؟ اي عدل. اذا هذه ثاني مشاركه لك وحياك الله يا فارس. الله يحييك ويبقيك ان شاء الله. كم مسج دزيت؟ والله كذا مسج بصراحه. كذا مسج تقريبا؟ ها والله اكثر من 15 مسج تقريبا. اوكي زين فارس. اي نعم. المره طافت شنو ربحت ويانا؟
اشتراك انترنت انا ما اكلمك هالمره بعد اثر واحد اشتراك لي اسال ايش رايك ما في غير ها ما في غير الا خذيت واحد يلا من عيوني اعطيك ساعه حبيبي ما تقصر يلا حبيبي راح نشوف الحين وياكم لوحه الاغاني تختار اغنيه مختارها خالص يلا يا زينة العشاق تو بوكس يلا اذا على ما يجهز التو بوكس قول لي شنو فطوركم اليوم مجهز والله ما فطرنا اليوم كل شيء حلو على قولتهم كل شيء خير ونعمه كل شيء عوافي الله يعافيك يلا راح طبعا عندك الحين اربع اغاني عندك الاولى يا زينة العشاق الثانيه هوا سيد الرعابيب الثالثه طول صوت السهاره الرابعه الله اكبر العبي يا زينة العشاق يا زينة العشاق حق من هدائك اول شيء هديها حلوة اللبن وثاني شيء لكل المستمعين والمشاهدين انا غني واصل والله يخلي لكم امك ان شاء الله حبيبي تسلم يلا راح نلعب الحين وياك اللعبه حلو اها اكمل المثل ايوه باقي كحلها عماها يا سلام عليك فايز يبا بالمبارك عليك يا فارس يا عبد الله الله يسلمك ساعة يد ايفال مبروك حبيبي ما قصر شاكر لك اذا متابعنا حبايبنا ما نطول عليكم ونروح وياكم نشوف الاغنيه ونرد يا زينة العشاق يا زينة العشاق يا زينة العشاق يا زينة العشاق يا ابو عيون كحلة يا ابو عيون كحلة إذا متابعينا عودة مجددة إليكم من بعد هذه الأغنية طريقة المشاركة سهلة حرف الإتش حرف الهاء زين وطنية فيفا كل ما زيت مسج أكثر كل ما كانت فرصتك بالربح ويانا أكثر فأكثر فأكثر وبالنسبة حق حبايبنا وأهلنا بالسعودية STC وموبايلي وعلى فكرة ندزلهم هداياهم للسعودية كل ما زيت أكثر كل ما كانت فرصتك بالربح ويانا اكثر فاكثر فاكثر متابعينا ناخذ اتصال ويا دلال نايف دلال الو الو شلونك دلال هلا والله قصر على التلفزيون ما عليك امر يا دلال هلا ومرحبا قصر شلونك دلال الحمد لله تمام شو اخبارك تمام ماشي الحال الحمد لله شنو كان فطوركم اليوم وكل شيء كل شيء سفره دائما ان شاء الله بسلمك على قولتهم اذا زين بس السؤال شنو كان غداكم؟ شنو كان غداكم؟ غدانا؟ ايه ما اتذكر ما تذكرين كلش؟ لا القاعدة شي ها؟ ما اتذكر ما غداكم؟ يعني تغديت اليوم؟ لا غدانا لا ايه؟ ما تغدينا اقول لك شنو غداكم قول لي ما اتذكر عبالي قبل رمضان عوافي عليك يا دلال دلال راح نشوف وياك الحين التو بوكس تختارين اغنيه من الاغاني حلو اوكي يلا عندك ثلاث اغاني هوا سيد الرعابيب الله اكبر او صوت السهاره صوت السهاره حق من هدائك حق امي واصل هدائك دلال هلا راح نلعب وياك لعبه حلو لما اللعبة هذه ما خلنا بسهلة شيئا بس شلون إذا راح أعطيك أسهل شيء مصطلح كويتي قديم تعطيني شو معناته حلو أوكي لما نقول راشدي شنو راشدي يعني كيف إيه كيف أوكي قوي ولا خفيف لا قوي قوي صح يا سلام عليك ومبروك فزتي ويانا طبعا بجائزة مقدمة لك من كيمز اشتراك دي اس ال لمدة 3 شهور بسرعة 1 ميجا كيمز الأقوى الأفضل والأسرع مبارك عليك شادة لا نايف يعطيك العافية شاكر لك مشكورين شاكر لك متابعينا حبايبنا
نطلع وياكم نشوف الأغنية ونرد لكم، كونوا ويانا لا تبعدون. إذن عودة مجددة لكم متابعين وحبايبنا من بعد هذه الأغنية، راح نكون وياكم اليوم جوائزنا كثيرة نفس ما قلت لكم، الأرقام ظهر أسفل الشاشة، زين وطنية فيبا وحبايبنا وأهلنا بالسعودية اس تي اس وموبايلي حرف الاتش أو حرف الهاء، وكل ما زدت مسج أكثر كل ما كانت فرصتك ويانا بالربح أكثر فأكثر فأكثر فأكثر، شاركونا ودزوا مسجاتكم ويا شاهد ما حد خسران. يمكن الله يشهد على كلامي من بداية رمضان لليوم ما حد خسر وياي في هني وغني. دزوا مسجاتكم وانتم خسرانين شيء، مسج واحد غدي اهلك للدخول ويانا. ناخذ اتصال نقول الو. عبد الله علي. هلا. شلونك عبد الله؟ خير الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله والله. تمام؟ شلونك سعد؟ الحمد لله الله يسلمك، انت شلونك؟ مبارك حبيبي. تمام الله يسلمك. خير. عبد الله. هلا. راح نشوف وياك التوب بوكس الحين، تختار لنا اغنيه من الاغاني، حلو؟ حلو. يلا نشوف التوب بوكس. عندك اغنيتين، الله اكبر وهوى سيد الرعابيب. عطيك شنو؟ الله اكبر. الله اكبر حق منو دائك؟ حقك انت يا سعد. تسلم 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 تسلم، على راسي والله. شاكرين لك. راح نلعب وياك لعبه الحين، حلو؟ اوكي. راح اعطيك مصطلح كويتي قديم. ايه حلو، تعطيني شنو معناته؟ اوكي. اقلاص. ما سمعت. اقلاص او كلمه كويتيه، هو مو مصطلح كويتي قديم، كلمه كويتيه. اقلاص شنو يعني اقلاص؟ يعني شنو؟ ما ادري ما فهمت. شنو يعني اقلاص؟ اقلاص اقلاص يعني. لا ابيها باللغه العربيه شنو يعني؟ كوب. 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 يا سلام عليك يا سلام عليك، فزت طبعا انا بجائزه مقدمه لك من لك وبارك، خمس تذاكر مقدمه لك وبارك، مبروك عليك. شاكر لك عبد الله. نروح وياك متابع الاغنيه ورد كون ويانا. الله اكبر عظيم الشان سبحانه، الله اكبر عظيم الشان سبحانه، اللي يدير الفلك والخلق يحصيها، اللي يدير الفلك والخلق يحصيها، بطلب الله وسيله يحفظ الدانه، بطلب الله وسيله يحفظ الدانه، اخاف انا من غرير جاهل فيها. متابعنا حبايبنا دائما الاوقات الحلوه تنتهي بسرعه، حلقتنا لهذا اليوم انتهت، الوعد ان شاء الله غدا نكون معنا في نفس الموعد على نفس المحطه بنفس الترددات، لكن بجوائز اكثر وبأسئلة اسهل. متابعينا حبايبنا الوعد باشر، كونوا ويانا لا تبعدون، تحياتي سعد الطامي، مع السلامه.